السلام عليكم، أنا الدكتور معاذ الزغول، أحمل درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة أتاوا في كندا، وحالياً أعمل في جامعة البلقاء التطبيقية ومؤسس قناة سولفر تو بي التعليمية. أنا مهتم في المشاركة في مبادرة المليون مبرمج عربي التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهدفي من المشاركة في هذه المبادرة هو المساهمة في تطوير الطالب العربي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في مجتمعنا العربي، وأيضاً تشجيع التعليم الإلكتروني على الإنترنت لما يتميز به من تخفيف التكلفة المادية على الطالب، وتمكنه أيضاً من اختيار الوقت المناسب للتعلم، وتساعد الطالب على تطوير مهاراته البرمجية. أنا أشجع جميع الطلبة في الوطن العربي على التسجيل في المساقات التي تطرحها مبادرة المليون مبرمج عربي. وأخيراً بتمنى أن مشاركتي في التدريس في مبادرة المليون مبرمج عربي أن تساهم في رفع مستوى الطلاب في الوطن العربي، وشكراً لكم.